هذه المزرعة تعاني من شدة ملوحة عالية بالتربة. طبعا المزروع الليمون راح يتم حقن السولت فايتر عبر شبكة الري بالتنقيط، ونلاحظ كيف راح يكون الوضع بعد اسبوعين من المعالجة. نلاحظ كمية الأملاح الموجودة ونسبتها العالية، طبعا مؤثرة على موضوع الانتاج وتساقط الثمار. هذه تم قطف المجموعة الأولى قبل اسبوعين، وخلال 10 أيام راح تنزل الفريق الآخر لتكملة القطف الانتاج الموجود.